L'architecture de sécurité commune, c'est aussi le dialogue avec la Russie, qui ne doit pas être complaisant, exigeant, mais qui est la clé pour que la plaque... في خلاف صعب بين الإليزي والبيت الأبيض رأينا أن بايدن يقول بالتهور الروسي ويجب إيقافه فورا فيما يدعو ماكرون إلى الحوار مع موسكو من أجل القارة الأوروبية لأن بوتين وماكرون لديهما نفس الموقف في اليونان وفي شرق المتوسط وفي ناغورني كاراباخ هو ما يدل أن الخلاف قوي بين التحالف التركي الأمريكي الموجه ضد نفوذ روسيا وما بين التحالف الفرنسي الأوروبي ضد تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وهذا الخلاف دفع مباشرة ماكرون إلى الاستثمار في بندين حسب تعبيره أولا تحرير السيادة وثانيا الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا بما يعني المزيد من إبعاد تركيا والعمل على الأجندة في أفريقيا لإبعاد أنقرة كليا من ليبيا لذلك فالانطلاق من الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا مربك لتوازنات تريد أن يتحرك منها الفرنسي وتعزل التركي ودائما أردوغان ولصالح بلاده فهو يدعو إلى حوار بل وشراكة رابح رابح مع واشنطن خصوصا وأن حركة الأطلسي أو النيتو في مقابل الباسيفيكي أو الهادي لن يكون الأمر يسيرا في حال الوصول إلى معادلة ناجعة إلا بمشاركة أوروبا كقطعة من اللعبة نكشفها الآن أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية اليوم ينكشف سر فياسكو العملية التي بين قوسين فشلت وأدت إلى مقتل أكثر من 13 عنصرا من المخابرات التركية منهم شرطة أيضا أي تابعين لأجهزة مختلفة البعض يريد أن يجعلهما مدنيين هم من المخابرات على الأقل حسب أكثر من 3 أجهزة منافسة أخرى إذن هذه العملية التي يجب أن نعرف سرها ما هو هذا السر؟ السر ببساطة لأن هناك تدخل لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام طيران بدون طيار درونات موجهة لحزب العمال الكردستاني وأساسا باتجاه المنشأة النووية أكويو التركية مهم جدا أن درجة الاختراق التي سيحدثها حزب العمال الكردستاني ولستين ميلا تباشر مباشرة أكويو وضربة أكويو يعني أن يمكن أن تصل هذه القدرة وفي أي لحظة من أكويو ومن هذه المحطة النووية المعروفة بأكويو إذن كان الحساب والكل لدى المخابرات التركية فياسكو كانت من أجل منع هذه القدرة لدى حزب العمال الكردستاني قدرة الدرونات التي يتقنها الأتراك فكان مهما بالنسبة للدرون المسلم خصوصا من شريك يوناني إسرائيلي من أثينا وقريب جدا من المخابرات الإسرائيلية أن يكون أو أن تكون هذه التقنية جزءا مباشرا من عملية الحرب في شمال العراق وأيضا في سوريا لكن الأمريكيين تدخلوا لمنع ذلك كليا ولذلك طارت الام كيو 9 ريبر كانت أيضا تصور جميع المنشآت التي لدى الحزب ولدى الأكراد بهذا الخصوص بهذه التقنية تحديدا لأن هناك أكثر من 19 درون توصل بها حزب العمال الكردستاني بطرق خاصة والمعروفة كما قلنا من قناة أثينا والتي تعطي شيئا رئيسا جدا هو محاولة صنع الردع الموجه ضد الدرون التركي أولا بالنسبة للتجريب هذا الدرون في مقابل الدرون التركي ومعرفة إلى أي حد يسعى الكل نحو التدمير وثالثا وهذا مهم جدا أن بالنسبة للثلاثة عشر الذين قتلوا في
هذه العملية كلهم كانوا يعرفون أسرارا من الدرون، أسرار كانوا يدركونها. والمعلوم هو أن قرار المخابرات التركية بتحرير هؤلاء أتى لأن المعلومات تأكد لتركيا بطبيعة الحال ومخابراتها أن هناك درونات، هناك طائرات بدون طيار صغيرة محلقة وفي حدود 60 ميلا موجهة مباشرة إلى أكويو وأخذت الإحداثيات. وهذا مهم جدا. قد يقول قائل إننا أمام حزام، هذا مفكر فيه، في اختراق على 3 نقط، عفوا على 3 نقط، وبالتالي فإن هناك ترتيب مباشر في الوصول إلى الهدف، إلى أكويو تحديدا. هنا يطرح السؤال مرة أخرى، هل الشركة التي أكدت أن العملية التي فجرت هي عملية فقط من أجل كل هذا لا يستقيم حسب المخابرات الغربية؟ المسألة الناتجة فعلا هي بالنسبة لجميع، لأن هناك الأسماء التي قتلت في تفجير أكويو. اليوم فيه شيء آخر بعد رفع التعزيزات الموجهة من الأتراك باتجاه هذا الموقع وغيره من المواقع، فأصبح واضحا على أن الأمر بالنسبة للأتراك هو إبطال وعرقلة كل المشاريع من داخل سوريا، ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل أيضا من العراق، من شمال العراق. وكان هذا التحول فجائيا، لأن الكل كان يعتقد على أنه من داخل سوريا سيكون التهديد، لكن العكس هو الذي طرأ. وحزب العمال الكردستاني بين قوسين اشترى، هو سلم إليه، لكن حسب وثائق اشترى بين مزدوجتين، كما تؤكد أكثر من مخابرات، يعني أكثر من جهاز، خصوصا بالنسبة لليوناني. اليوناني اليوم واضح جدا بأنه كشف مثل هذا السيناريو، سيناريو استغلال الدرونات من أجل قصف أكويو، وأن هذه فكرة بالأساس فكرة للاستخبارات اليونانية وأيضا لاستخبارات حليفة. إلى الآن لا أحد يريد أن يجيب على ما هي هذه الاستخبارات بين قوسين الحليفة، هي ببساطة قبرص، قبرص اليونانية أو قبرص الرومية. وهذه الاستخبارات هي التي أتت بالمعنون، لا يمكن نشر الاسم، فيه زاي باللاتيني يعني زاد، يعني هذا معروف يعني أنه يرمز إليه كذلك، واسمه واضح من الوثائق لا يمكن نشره. ولذلك وأعتذر هنا، أفتح قوسا وأخلقه، في أكثر من مرة نريد أن نحضر الوثيقة، إما يكون لديها ملكية فكرية وإن لجهاز أو لكذا أو غير مسموحة النشر، إذن هناك حقوق فكرية، حقوق الملكية الفكرية، أو أنها شديدة السرية فيها مضمون فقط دون هذا، أما فكل ما نقوله هو موثق أو يسعى للتوثيق بجهد كبير جدا من أجل الوصول إلى المعلومة الدقيقة جهد الإمكان، بضعفنا البشري بطبيعة الحال، لكن نسعى ونفرغ الجهد، كما هو الاجتهاد دائما، هو إفراغ الجهد في الشيء لا أكثر ولا أقل. إذن العملية اليوم لأغلق القوس، وأؤكد على أن هذه الرؤية اليوم تسرب، تسرب للتأكيد أن فياسكو هو نجاح قبرصي سلم لهذا الاسم، وهذا ما تنقله المخابرات الفرنسية، وهذا الذي يجعل من القرصنة، يعني أن شبكة القرصنة الأخيرة 13 واحد منها متصل بنفس هذا الاسم، وهو الذي حمل، وهو يحمل الجنسية الفرنسية وأيضا العراقية، وهذا هو الذي ساهم في هذه العملية. لذلك فإن بيع الدرون إلى PKK بين قوسين بيع أو تسليم
حسب سيناريو كما تكشف عنه أحد المواقع اليونانية، فإن العملية كلها كانت مبرمجة، كانت مبرمجة، وبالتالي فإن مثل هذا التوجه كشفه الأتراك مرتين، كشفه لأنهم استطاعوا تأمين هذا الموقع مباشرة وهذه المحطة بعد التفجيرات، فلم يعد هناك إمكانية سوى لاستخدام الدرون، لا يمكن استخدام صواريخ في هذه الحالة، لذلك فالدرون الانتحاري هو الأساس. هذا الدرون هو مطور يونانيا بالأساس وهو شبه انتحاري، واستخدم في الموزمبيق لثلاث مرات من داخل التجارب لو تتبعنا هذا بالتحديد. والأهم من كل ذلك على أنه كان يسمى أوجلان، لأنه اعتقل من نفس هذه من أفريقيا، وبالتالي أعطي له هذا الاسم. وعملية أوجلان هذه هي التي استخدمت كمفتاح أدركها الأتراك، ولذلك فعندما أرسلوا مخابراتهم كان ضروريا من التغطية، التغطية لم تحدث، لأن بالنسبة لهذه الدرونات كانت في منطقة جغرافية صعبة جدا، لأنها هي مخزونهم الجد السري بين قوسين. وهناك أخذوا، وكي لا تنكشف العملية فهنا كان ضروريا جدا من التخلص، لأنه تخلص من هذا السر الذي نحن نكشفه عنه الآن، وهو وصول الأتراك إلى معرفة التهديد، ومن ثم هناك مسار آخر أنجز عبر قبرص للوصول إلى أكثر من 12 قطعة، وآنذاك 24 قادمة، وكلها تدخلت المخابرات التركية من أجل إفشال هذه العملية، وهذا هو السبب الذي دفع إلى أن يكون الأمر جدي. لذلك ففياسكو لديها وجه سري للغاية نكشفه اليوم، وكشفته المخابرات اليونانية والقبرصية، وأيضا تتبع للمخابرات الفرنسية. إذن فياسكو ليست عملية عادية، إنما عملية لمنع الدرون عن البيكيكي، لكن البيكيكي رد بقتل الأتراك، وهذا هو الذي حدث. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.